إن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شو تي في، صباح الخير وصباح النور عليكم. هذا النقل الصباحي المباشر صبيحة اليوم الخميس، حيث الأجواء غائمة وباردة صبيحة اليوم مشاهدينا الكرام. وانتم مشاهدي قناة شعب قناة شو تي في، كيف داير الأجواء عندكم؟ واش كاين شي أمطار؟ واش كاين شي غيوم؟ واش الأجواء والأجواء معتدلة عندكم مشاهدينا الكرام؟ دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شو تي في، الصورة أمامكم أجواء غائمة و برد قاعس نواحي بثمان صبيحة اليوم الخميس مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب قناة شو تي في، الصورة أمامكم غيوم كثيفة تغطي سماء المنطقة. دائما مشاهدينا الكرام، هكذا هي الأجواء، حيث الأجواء غائمة وباردة صبيحة اليوم الخميس. وانتم مشاهدينا الكرام، في الليل عندكم جو غائم بارد وجو معتدل. إذن مشاهدينا الكرام، أبقى لي إلا نودعكم، هكذا هي أجواء صبيحة اليوم الخميس، أجواء باردة وغيوم كثيفة تغطي سماء المنطقة. دمتم في رعاية الله، نلتقي في بث مباشر آخر مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.